ازيكم يا شباب، معكم مريم من قناه يوميات مريم ورا. النهارده شويه هنلعب لعبه ماي بلاي هوم ماي تاون، وانت مسجلين على اتمنى انك تيجي تشوف معانا في القناه. طبعا عنوان الحلقه هي الفتاه المسكينه والام الشريره. هم يلا نبدا. اكتب هنا طرافو. استنى بس، عليا ان اذهب الى العمل. استنى شوية بس، علي أن أذهب إلى العمل لأن تأخرت عن العمل. هذا جميل. عزيزتي. نعم يا عزيزي. أنا سوف أذهب إلى العمل، تريدين شيئا؟ لا شكرا لك. حسنا، سوف أذهب إلى العمل. وقت جوليا. نعم يا أمي. هيا لتنظفين المنزل. نظف؟ هيا نظفي. حسنا، أنا سوف أزلش. تريدين فطور؟ لا، إحنا لا نريد فطور. أول مرة تقول لي. حسنا، أنا سوف أنظف. اخطفي بعض الازهار وتحطيها في البكاء لتكون ازهارا جميله. حسنا يا امي. كيف نطيف ونطيف وتكون غبيه. خلصت، سوف احط المكنسه جنبها. بعض الأزهار. سوف أجيب هذه الزهرة جميلة. حسنا، رأيك حلو. نظفي الآن غرفتنا. حسنا، سوف أنظف غرفتكم دلوقتي. راح انظف غرفتهم. اختي نائمة، اقفل الدولاب وانظف. لماذا هكذا؟ وظلت الام تعمل جوليا غير يوما بعد يوم وبعد يوم. وفي اليوم يومين التاليين، انا تعبت كل هذا وأبي مسافر. بابا سافر. خلصت، نظفي غرفة أخيك. ما لا يكفون من الأعمال. أبي مسافر. لماذا تركتني يا أبي؟ لماذا تركتني هكذا؟ أكثر يا أبي. الآن نظفي غرفة الحمام. لماذا تركتني يا أبي هكذا؟ أعمل كل يوم. نظفي غرفتك. غرفتي جميلة. استيقظي ابنتي. حسنا سيدتي. والبسيها ملابس جميلة. حسنا تعالي يا
طبعا دي اسمها دي البنت الكبيرة اسمها جو دي اسمها جوليا ودي اسمها إلسا. دي اسمها إلسا. البنت الصغيرة دي اسمها إلسا. استيقظي إلسا. استيقظتها ولبسيها ملابس جميلة. أريك بهذا ماما حسنا. لماذا لم يمسك؟ حسنا. ماما تفكري اذن شيء الله. ماما يا ابي تركتني. ماذا تقولين؟ لا شيء. ماما لا أحب هذا المال. ما تحب هذا المال مالج. خلصت أخيرا. ممكن أني أرتاح 5 دقائق. أخيرا مسكي القشة. جيبي لي هذا الكتاب اللي فوق. تظريف ليس كله واحد. تفضلي سيدتي. حسنا افتحي النور. ابي لم يرجع بعد الان. صح. أخيرا نظفت. لقد كسرت. لماذا كسرت الكوباية؟ لماذا كسرت الكوباية؟ لا أكل بعد الآن. تعبت للغاية. وفي اليوم التالي أهلا أمي. أهلا. امسح عيوني. وكده يكون خلاص الفيديو. لا تنسى تعمل لايك وسبسكرايب. ولو عاوزين حلقة تانية اكتبولي في التعليقات. وصل الفيديو لأكثر من 10,000 لايك. جيب يلا. باي باي.